الحمد لله. ورد سؤال عجيب تقول: أمي تمنعني من النقاب وتقول لي إذا تنقبت كيف رح يخطبوك؟ سبحان الله. هل المطلوب إنه البنت تسفر عن وجهها الشابة وتنزل الشوارع والشباب يعني يرونها ويخطبونها، أم أن للنساء مع النساء شأنا ففي مجالس النساء ترى وتخطبها الأم لابنها والأخت لأخيها؟ أليس هذا هو الشرع والدين؟